Selanjutnya pekan ke-6, pekan terakhir untuk grup C yang saat ini dipimpin oleh Delphin dengan 12 poin, Mirsa 12 poin, Caca 6 poin, Firdaus 0 poin. Dengan begitu, Delphin dan Mirsa sudah bisa dipastikan untuk melaju ke babak besar selanjutnya. Sedangkan pertandingan kali ini adalah mempertemukan Delphin melawan Caca. Jadi simaklah pertandingan ini baik-baik sampai dengar selesai. Selamat menikmati dan salam kesempatan. Marhaban bikum ma'ana fi intidar intilaqat al-mubarat al-kabira hadha al-yawm wa tahaddi al-kabir bit-ta'kid fi hadhihi al-ajwa ar-ra'i'a. Inter Real Madrid. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى نلتقيكم مع مباراة جديدة نتمنى أن تحوز على إعجابكم إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو الكرة ملعوبة إلى الأمام يلعب كرة بينية هل يمكن أن يستغل الفرصة؟ تشانوغلو الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى يحاول لعب الكرة بالرأس كرة في الشباك ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال إنتر بهدف مبكر غير متوقع تنقلب عليهم كل الأمور كيف يمكن أن يردوا هل ينجحوا في العودة؟ كوادرادو قد تكون هذه فرصته الله على الفرصة تمر من حارس المرمى لكن القائم يقول لا على الطاير كرة بينية ضائعة كرة طويلة إلى الأمام واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل وستكون هنا رمية تماس يرسلها إلى منطقة الجزاء ضغط قوي وينجح في استعادتها مودريتش ناتشو يحصل عليها روديغر تغيير اتجاه اللاعب على اليمين وأجمل بينية يتفوق في المواجهة البدنية يحصل على الكرة كرة طولية في المساحة قدم الخصم هدية مجانية تشانوغلو يلعبها طولية يقطع الكرة كرة طويلة إلى الأمام تسديدة إنقاذ غير عادي حارس غير عادي هذا اليوم جدار عازل أمام المرمى لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس رأسية مذهلة وكرة في اتجاه المرمى جول ركنية بالمقاس بالضبط إلى داخل منطقة الجزاء وهو أنهى المهمة كما يجب بهذا الهدف بهذا التعادل تعود المباراة إلى نقطة البداية يبحث عن زميله لمسة في المساحة الخالية ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية تتحول إلى ركنية بعد ذلك لعبة على الطائر جميلة لكنها للأسف ضاعت وين هالتمرير الآن
هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. كرة طولية إلى الجناح، لمسة في المساحة الخالية. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. سيبدأ الشوط الثاني. إنتر على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض، لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية. لا شك أن الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة. كرة إلى الأمام، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. ألابا، مودريتش، كرة من جهة اليمين، فرصة هجوم معاكس. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ كوادراد يحاول أن يسدد الكرة من هنا. الله، على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يبحث عن حلول. يحاول تمرير كرة. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. يلعب كرة داخل الصندوق، لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. والتسديد، الكرة على الجناح، لمسة داخل منطقة الجزاء، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يلعبها طولية وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية.
مودريتش مرت الكرة تسديدة من أول لمسة كرة في المرمى جول بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل يا لها من لحظات درامية مثيرة جدا في هذه المباراة ماذا تخبين لنا أيتها الساحرة المستديرة الكرة ملعوبة إلى يا إلهي الكرة تصطدم في القائم يا له من سوء حظ